القنوات التعليمية زي ما سمعتوا كده هيبقى مشروع ضخم جدا، لان احنا بنحاول نبني مناهج من رابعة ابتدائي كأن في مدرسة on television، يعني في مدرسة على التلفزيون بنفس مواعيد المدرسة اللي على الارض من رابعة ابتدائي لتالتة ثانوي. فعندنا مناهج هنا رهيبة وجداول زمنية معقدة جدا، وهنحتاج محطات كتيرة جدا، فده شغالين فيه برضو. في بقى أسئلة شائعة طبعا بتيجي منين؟ بتيجي من الإشاعات التي لا تتوقف. هل هتاخدوا الغياب؟ هناخد الغياب، دي سنة دراسية عادية، هناخد الغياب وهناخد الحضور وهناخد أعمال السنة. أي حد بيقول لكم غير كده اجتهاد، مفيش حاجة من دي خالص. هل طابور الصباح اتلغى؟ لا، طابور الصباح ما اتلغاش. احنا قلنا هندي مدير المدرسة صلاحية كبرى، هو اللي هينفذ على الأرض الإجراءات الاحترازية بما يراه مناسبا. والمدير المدرسة والسادة المعلمين السنة دي هيسترجعوا هيبة المدرسة وهيبة المعلم، ومدير المدرسة هو اللي هيقرر الكلام ده. في طابور ولا ما فيش؟ هنخش ازاي؟ هنقعد في الحوش ولا لا؟ هنحضر ازاي؟ ده قرار مدير المدرسة، كل مدرسة على حدة. والسؤال التقليدي بتاع كل سنة، رغم ان قرار مجلس الوزراء ان موضوع التعريب اللي دخل مدرسة لغات يمتحن لغات، وقرار مجلس الوزراء اللي طلبنا تمديده خلص، ولكن استثناء للمرة المليون للعام ده هنعرب الجيولوجيا فقط. اللي عاوز تعريب في مواد تانية يسيب مدرسته ويروح مدرسة عربي، ما ياخدش شهادة رسمي لغات وهو بيمتحن عربي، بيختار بقى. انما احنا هنعرب الجيولوجيا بس تعاطفا مع فكرة انه ما فيش عدد كافي من المعلمين اللي بيدرسوا الجيولوجيا باللغات. فده ردا على موضوع التعريب.